السلام عليكم، معكم ابن العاصمة. رانا 14 أكتوبر 2019. خوتي الآن راني متواجد في مدينة تيبازا، واليوم حبيت نهضر على البيراميد هذا أو الهرم هدايا. يعني السبة اللي خلاتني باش نتكلم اليوم على هذا الهرم هو سليمان بخليلي. شفنا سليمان بخليلي كي راح باش يسحب الاستمارات الانتخابية تكر واحد الاسم واستدل به كأنه باطل وزعيم، استدل بيوبا تاني جوبا دو وشبهه الله أعلم بهارون الرشيد، ما يهمناش. المهم حنا نتكلموا على هذا يوبا تاني وكيفاش يعني أستاذ سليمان بخليلي قدر يعني خاين عميل سفاح يرجحنا باطل. وحنا نعرفوا باللي سليمان بخليلي إنسان تاع ثقافة أمور تاع التاريخ، يعني الضمان تاعو هاد الشيء. حنا اليوم خاوتي لازم نعرفوا شكون هذا يوبا الثاني. بون خاوتي نبدا نعرفكم في يوبا الثاني ومن بعد نولوا يعني الاصل والتاريخ تاعو. بون هذا يوبا الثاني هو اللي بنى هذا الهرم، بناه لمرتو ولا الزوجه تاعو اللي هي بنت كليوباتر، يعني باش يدفنها فيه. وهذه بنت كليوباتر خاوتي واسمها الله اعلم سيليني، الله اعلم اسمها سيليني. اه وهذا الزوجة تاعو خاوتي حتى يعني باش يكون في عينكم باللي عندها يعني بابها انكوني، هما ينسبوها للجنرال اوطوان، يعني جنرال تاع روم هذاك الوقت. بصح هي في الاصل بابها انكوني، يعني كنت تعرفوا في التاريخ تاع كليوباتر كيفاش كانت عايشه، يعني تعمر راسها وكما نقولوا كانت مولوعه بممارسه الجنس مع اي انسان، كانت سبحان الله شغل عندها لي زورمون تاع راجل. المهم ما يهمناش هذا الامر، حنا لازم دوك نعرفوا هدايا اسكو صح كما قال سليمان بخليلي، قال هذا يوبا تاني دور به العلماء والمفكرين. حنا دوك نشوفوا ولا صح ولا لا. بون باش نعرف لكم شويه يوبا تاني لازم نولوا لاصلو كما قلت لكم. بون هذا نورمالمون جدو الكاثريام هو ماسينيسا. باش نعرفوا يوبا تاني لازم نعرفوا ماسينيسا، شكون ماسينيسا؟ خاوتي ماسينيسا هذا كي تسقسي كل علماء تاع التاريخ ولا تاع اللسانيات ولا كتقول لهم شكون ماسينيسا، يقول لك ماسينيسا انسان، يعني اللي ما يقولكش خائن يقول لك مرسونال مرتزق، هذا هو ماسينيسا. ماسينيسا ان تريون، ماسينيسا ماسينيسا كان يخدم مرتزق ولا مرسونال للامبراطوريه القرطاجيه، يعني كان عامل عند القرطاجيه، يعني يخلص ويدير المهمات القادره. وشنو كان يتعامل مع النوميديين وكان يتعامل مع لي روما، باسكو هادو المرتزقه خاوتي ما عندهمش حبابهم وما عندهمش عديانهم، يعني اللي مد بزاف هذاك هو صاحبه. بون كيما تعلموا خاوتي لي روما بروبوزاو ماسينيسا بروبوزيسيون لي بروبوزيسيون لي ما يقدرش يبروبوزيوها له النوميديين والفينيقيين ولا القرطاجيين، هي وعدوه بالملك ولا الحكم تاع شمال افريقيا. تماك وين دار هو على القرطاجيين ودار على سيفاكس وغدر بسيفاكس. وحنا من هذاك العهد وحنا خاسرين الارض هذه خوتي، هذاك الوقت خسرنا الارض هذه حتى للفتوحات الاسلاميه ودا العرب الفاتحين. كي جاوا العرب الفاتحين باش عاودنا استرجعنا الارض تاعنا. بون كملوا على ماسينيسا خوتي. ماسينيسا المؤرخين كامل ينسبوه النسب تاعو، كاين نص يقول لك هو اوموزيك، اوموزيك حب يقول الرجل الاسود، يعني افريقي اسود. وكاين علماء واحد اخرين في التاريخ يقول لك لا لا، ماسينيسا هو مارسيليا، يعني من جنوب فرنسا، هو فرنسي من مارساي. يعني شتو الاختلاف وراه؟ صح ماشي مختلفين باللي ماسينيسا ماشي من شمال افريقيا، يعني ماسينيسا ما راهو جزائري، ما راهو ليبي، ما راهو تونسي، ما راهو مروكي، ما راهو موريتاني. ماسينيسا كاين نص يقول اوموزيك يعني رجل الاسود، وكاين نص واحد اخر يقول لك لا لا اوروبي، يعني من جنوب فرنسا من مارساي بالذات مارسيليا. ماسينيسا ماسينيسا مارسيليا. و اوموزيك خاوتي كاين بعض العلماء اللي يقولوا باللي هذا المصطلح هو مصطلح اغريقي، اوموزيك الرجل يعني الرجل الاسود، كاين اللي يقولوا باللي منها خرجت امازيغ، يعني اوموزيك امازيغ، يعني امازيغ حب يقول الرجل الاسود. بون هذا المصطلح امازيغ فيه اختلاف كبير صراحه. كما تعلموا خاوتي كي طاحت قرطاج وطاحت النوميديا، يعني طاحت الامبراطوريه القرطاجيه وطاحت الدوله النوميديه، يعني فرق خاوتي بين الامبراطوريه والدوله. وباش يعني نزيد لكم معلومه خاوتي، اول دستور في العالم
كانوا الناس مازال ما يعرفوش الدستور، والقانون الدستورية هما الفينيقيين هما اللي داروا أول دستور وأسسوا أول دستور في العالم، يعني كانوا متمكنين في هذه كيفاش يعني يصنعوا دولة ولا هذه الأمور مثل هذه. وكما تعلموا خاطين بعد ما صيني سد الحكم وولاده بداوا يدوا في الحكم بداوا في الحكم حتى لحقوا اليوبا الأول، يعني بابات هذا يوبا الثاني، يوبا الأول، يوبا الأول هذا خاطي كي لروما سلموا له السلطة ولا سلموا له الحكم قالوا له بشرط، وشنو هو الشرط تاعهم؟ قالوا له تعطينا وليدك ضمانة باللي ما تضرش علينا وما ديرناش يعني بالبالة. وليده هذا يوبا الثاني هذاك الوقت كان في عمره 5 سنين كداوه لروما، هذا يوبا الثاني اللي دوك راح نحكوا عليه، هذا يوبا الثاني خاوتي كداوه لروما قراوه ورباوه وكبروه وبعثوه لنا. صح خاوتي انتو تيماجينيو لروما كداوه ورباوه وقراوه بعثوه لنا راجل؟ محال خاوتي. سليمان بخليلي قال لك باللي هذا الانسان هذا يوبا الثاني دور به العلماء والمفكرين، هو العكس كاع. وش قال هذا سليمان بخليلي خاوتي؟ هذا يوبا الثاني دور به الفنانين، كي جاب معه الفنانين دور به غير الفنانين. وكي تروحوا مثلا شرشل المتاحف شرشل تلقاو يعني التماثيل كاع رايه، هذوك كاع يعني في العهد تاعو. وهذاك الوقت خاوتي ما يكذبوش عليكم يقول كنا زعما عايشين في الجاهليه وهذاك الشيء كان نورمال، من بكري هذاك الشيء ماشي نورمال. هو في وقته برك الله اعلم كان ديجا كاين شحال من نبي، من بين الانبياء اللي كانوا كان زكريا عليه السلام، يعني زكريا في عهد تاع يوبا الثاني هذايا، يعني في عهد يوبا الثاني كان الكتاب، كانوا كاين اليهود، يعني كان العلم، كان الحرام وكان كاين الحلال. حنا لهنا كي بعثوا لنا لروما بعثوا لنا ولاو علينا هذا يوبا الثاني، اول حاجه دارها كي يعني حكم السلطه ولا حكم الحكم وشنو هي؟ حنا لهنا مدينه شرشال، مدينه شرشال هي مدينه فينيقيه واسوها الفينيقيين وطلقوا عليها اسم يول. هو اول حاجه دارها خاطي بدلها الاسم، رجعها واسمها قيصر على سيزار، يعني باش يبين الولاء تاعو الروم، باش تشوفوا بلي هذا الانسان كان يخدم مصالح روما. هذا الانسان خاوتي كان يذبح فينا ويبيع فينا ويقتل فينا، يعني في جدودنا. هذا لكو هذا اللي بخليلي حب يرجعوا لنا باطل. شحال نقعدوا هكذا خاوتي؟ الخونة رجعوهم ابطال، ماهمش مابا جزائريين هاد الحكام هذوما اللي ولاوهم علينا لروما هذاك الوقت خاوتي. هذاك الوقت خاوتي كانوا هنا لروما دايرين كانوا دايرين الضرائب، كانوا على بالكم باللي اللي ما يقدرش يخلص ضرائب واش لازم يدير؟ لازم يمد وليده ولا بنته في بلاصة الضرائب، ما عندكش باش تخلص مد بنتك ولا وليدك. كي كان هذا يوبا تاني يحكم فينا وكي كانوا اللي قبلوا، حتى في عهد كاهنة، حتى في عهد كاهنة كنا مازلنا نمدوا ولادنا ونمدوا بناتنا للبيزنطيين. يعني خاوتي لولا فضل الله وسخرنا رجال مؤمنين وجاوا لهنا وعاونونا باش استرجعنا الارض تاعنا، كانوا يحكموا فينا العملاء والخوانه خوتي، كانوا يحكموا فينا يعني ماشي مابا جزائريين خوتي. صح انا حاجه اللي دوختني يعني كيفاش سليمان بخليلي قدر يهضر كلام كيما هذا وهو يعرف هذا الشيء، يعني الدومين تاعو. يا سليمان بخليلي يا استاذ، انا نذكرك في حاجه باللي الملك والحكم من الله عز وجل، والحكم هذا خوتي ولا يا سليمان يا بخليلي يمدوا ربي لكاع الناس، يمدوا المليح واللي ماشي مليح. بصح كاينه حاجه، العزه للمؤمنين يا بخليلي، العزه والله ما يعطيها حتى واحد من غير المؤمنين. ولا عينك حاب توصل للسلطه كيما نقولوا بالتزوير التاريخ، غير خديك ما تحكمش العصام الوسط سليمان، حكم جهه وخرج وقول الصح، قول ليوبا الثاني خائن، قول بلي ماسينيسا خائن، قول بلي الحضاره في شمال افريقيا هي حضاره الفينيقيه. علاش راكم تكذبوا وتزوروا في التاريخ؟ وانا هنا نسال نفسي يعني ونحير، وين راهم المؤرخين تاع التاريخ الجزائريين الحرين باش ينكروا هذا التصوير هذايا؟ خوتي اخر ملوك يعني جزائري ولا من شمال افريقيا هو سي فاكس. هذوك هما الاخرين من سيفاكس وروح كاع عملاء خونا كاع كانوا يبيعوا فينا. وهنا كي تقرا زعما مثلا كي تقرا على هذا يوبا الثاني واش يكتبوا؟ يوبا الثاني الملك الامازيغي. هي هذه كلمه امازيغ ما كانتش كاع تكزيستي هذاك الوقت، بالك ما يكتبوا الملك اوموزيك يعني الملك الرجل الاسود، بالك هكذا.
وكما قلت لكم خاوتي هاد الناس ماسينيسا هو مارسيليا من مارسي، لهذا تلقى دوك هذيك ولاد فرنسا يمجدوا ماسينيسا. انا كنت دائما نسال علاش ماسينيسا خاوتي، انا يعني نهضرها بكل صراحه خاوتي، والله جا ماسينيسا افريقي والله ما يستعرفوا به هادوما، هادوما ما يستعرفوش بواحد افريقي، ما يستعرفوش بواحد عربي، ما يستعرفوش بواحد مسلم، يستعرفوا غير بواحد خاين كيما هما وعامل كيما هما. المهم خاوتي ماذا بينا يكونوا كاين رجال مؤرخين تاع التاريخ والناس يعني متقفه في التاريخ تخرج للعالم ودير فيديوهات وتهضر على التاريخ. يا سبحان الله اهضروا على التاريخ، كاين يعني كاين في تبسة، كاين في باتنا، كاين في عنابة، كاين في سكيكدا، كاين في جيجل، كاين في بجاية، كاين في الغرب، كاين في الصحراء، كاين اهضروا على التاريخ، اهضروا التاريخ تاع الصح، شحال نقعدوا هكذا ساكتين على التاريخ تاعنا. المهم خاوتي والسلام عليكم.